مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي الجولة، معكم أنا ثامر الحميد للحديث عن آخر أخبار وقضايا كرة القدم تحديدا. خلينا نقول في المملكة العربية السعودية، لأن ما شاء الله قضايا وأخبار ولقاءات وانتخابات ونظام كثير كثير من الأمور راح نتكلم فيها، وحكام وليش حكم أجنبي وليش مو بحكم أجنبي وليش ما جابوا حكم سعودي وغيرها من التفاصيل. مع بداية الحلقة بس نذكر ونتحمد بالسلامة طبعا للملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين بعودته لشعبه ووطنه بكل خير وصحة وعافية. اليوم ظهر الملك عبدالله في القناة السعودية الأولى، ألف مبروك لنا طبعا عودة أبو متعب. نذكر بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا، STC 844 484 موبايلي 630 590 موبايلي 630 590 موبايلي 630 590 زين 732 222 زين 732 222. نبدأ حلقتنا اليوم بالحديث عن انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم. هذا بختصر لكم إياها لأنه هو حديث الوسط الرياضي الآن، في مع وفي ضد، في حزبين عشان بس أنتم يعني المستمعين يكونوا عارفين إيش الموضوع. الفترة القادمة الأربع سنوات القادمة راح يكون في رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وفي أعضاء مجلس الإدارة وطبعا تمتعين اللي هم أعضاء الجمعية العمومية، كل الأمور هذه راح يكون في نظام أساسي للاتحاد السعودي وراح يكون في لائحة انتخابات نمشي عليها الفترات أو السنوات القادمة بشكل مستمر. كثير من الأمور هذه، بس اللي قاعد يصير أن في حزبين، في حزب قاعد يخلص الأمور يمشي الأمور عشان يكون في رئيس جديد. ما ودي أدخل في متاهات أن الناس يبغون أحمد عيد ولا ما يبغون أحمد عيد، هذا الحزب الأول، هذا موضوع ثاني بنبدأ فيه في من ناحية المنافسة بين أحمد عيد وخالد المعمر. الحزب الثاني اللي وده أنه يخرب عليهم ويخرب على الاتحاد السعودي ويخرب على الرياضة السعودية ويتم تعليق عضوية الاتحاد السعودي في الفيفا، هذا اللي وده يعني وقف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية. ليش؟ إذا كان في تدخلات في موضوع، إذا ثبت طبعا للفيفا أنه في الاتحاد السعودي في تدخلات في موضوع الانتخابات أو أنه مثلا تدخل مواضيع ثانية في الرياضة الدولة تدخل فيها، يتم تعليق عضوية الاتحاد السعودي. وإذا تم تعليق عضوية الاتحاد السعودي في الفيفا معناته راح يوقف النشاط الرياضي في المملكة، وهذا اللي يسعى له الحزب الثاني. الدكتور ماجد قاروف طبعا هذا كان في رئيس اللجنة القانونية وهو محامي، وكان في مشاكل بينه وبين الاتحاد السعودي في الفترة الأخيرة قبل لا تتم إقالته، وكان طبعا اللي هو اللي ماسك كل شيء قانوني في الاتحاد السعودي. ماجد قاروف والحزب الموالي له من فترة لفترة كل ما صار شيء داخل الانتخابات سواء إيجابي أو سلبي يتم تحويره أنه لا هذا في مشكلة وأنه الفيفا زعلانين وأنه بلاتر زعلان وأنه أكيد هذا لو وصل الفيفا الفيفا ممكن يتخذون قرارات صارمة وممكن تعلق الرياضة في المملكة من هالأمور. يا جماعة الخير أنا ودي بس أقول شيء بعيد عن كل الأمور هذه كلها، أنا مالي دخل من يفوز برئاسة الاتحاد السعودي ولا بالانتخابات بشكل مفصل. احنا ممكن نتكلم فيها وممكن ان احنا ننتقدها وننتقد كثير في الاشياء اللي موجوده في رياضتنا، لكن احنا نوصل مثلا لمرحله انه ممكن واحد عشان موقف شخصي ولا عشان اي شيء ممكن يصير ممكن انا نروح نضرب بعض، يعني ما ادري لمصلحه مين ان الرياضه تتوقف عندنا، النشاط الرياضي انه يتوقف ويتم تعليق عضويه الاتحاد السعودي في الفيفا. يعني هل هو هذا المبتغى؟ يعني بننبسط اذا وصلنا هذه المرحله ننتقد عشان التعديل؟ احنا في برنامج الجولة وغيرنا في اعلاميين كثير وفي قنوات كثيرة سواء مرئية او مسموعة وحتى في الاعلام والصحافة المقروءة سواء الصحف الالكترونية او الورقية، بالعكس كلها طبعا تصب في مصلحة واحدة، احنا ننتقد من اجل المصلحة للتعديل، لكن ما راح ننتقد عشان والله العظيم انها توصل في النهاية انه يتم تعليق عضوية الاتحاد السعودي. يعني ما ادري المصلحة مين، والغريب في الموضوع ان في ناس تمشي وراء هالموضوع كثير من بعطيكم بعض الأشياء اللي طلعت في إعلامنا اليوم.
يقول لك انه كشفت عن اعضاء قانونيين تحتفظ صحف محلية بأسمائهم قاموا باتصالات مع فيفا وتحديدا مع اللجنة القانونية الدولية. لاحظوا اللجنة القانونية الدولية يعني اكيد ان الرجل قانوني، بهدف ضرورة ايقاف الانتخابات الكروية المقررة في 13 من الشهر المقبل في الاتحاد السعودي كون ما تم بشأنها غير قانوني. هذه واحدة. الثانية يقول الخبر سرب أمس العضو المستقيل من لجنة الانضباط السعودية فهد الدهيم بأن الفيفا أبلغ أحمد عيد من خلال خطاب رسمي وصل عند الساعة 5 من عصر أمس بإيقاف كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات اتحاد الكرة السعودي، وأنه لن يرفع من شأن التجميد المقرر إلا بعد أن يرسل اتحاد الكرة السعودي كافة التوضيحات والإجراءات التي قام بها من أجل انتخابات كروية قانونية، وإلا فإن التجميد النهائي سيطال اتحاد الكرة السعودي. يعني هذا تهديد جاء من بلاتر. أنا ودي أعرف بس الناس هذولي هل هم اتصلوا على بلاتر؟ يعني في وسيلة اتصال وكلموا الفيفا والفيفا أرسل لهم؟ وما أدري يعني ما أدري، يمكن أنهم في سويسرا موجودين ولا في زيورخ. عموما ويقول الخبر الثالث ويعترض القانونيون المستقيلون، يعني شو مو المقالين، المستقيلون اللي هم طبعا اللي تابعين لماجد قاروب، على ما سموه خروقات قام بها أحمد عيد حينما تدخل في لجان اتحاد الكرة القضائية، يعني اللجان القانونية والقضائية وتحديدا لجنتي الانضباط والقانونية وكذلك المسابقات، وأنهم يحتفظون بوثائق رسمية تدين عيد بهذه الخروقات التي قد تهدد مستقبل الكرة السعودية بالتجميد ومزاولة النشاط الرياضي حد التعليق المؤقت لأنشطة الكرة السعودية وتغييبها عن أي مشاركات في حال لم يتجاوب اتحاد الكرة مع المسؤولين في فيفا، وأبلغ عن حقيقة هذه الخروقات التي قالها القانونيون. يعني حتى لو في عندنا مشاكل في كرة القدم السعودية وفي اللجان وهذا موجود، بس يعني هل أنتم تشوفون أن هذا وضع صحي؟ يعني مثلا إحنا نرفع الاتحاد الفيفا وتهديد، وأن الاتحاد الدولي يهدد بتجميد، وأن يرسلون القانونيين المستقيلين على قولتهم ويطالبون في إيقاف الانتخابات فورا، وأن يعني التهديد وبصراحة أسلوب أنا ما ودي أني أتكلم فيه، بس وصلت المرحلة سيئة جدا. يعني ما أدري من المستفيد، يا ريت أن أحد منهم يسمعني، هذول اللي جايبين كل الأخبار ما شاء الله من بطن فيفا، يا ليت أنهم يردون علي. هذا الشيء الأول. والشيء الثاني المستقيلين هذول، أنا ممكن أنا في ناس يقول لك لا يا أخي إذا كان وضع الانتخابات ما هو بصحيح عادي حتى لو تعلق الرياضة عندنا، في ناس يتكلمون بهذا المنطق. طيب ممتاز، هل القانونيين المستقيلين هذول كانوا يقومون بأدوارهم كما يجب في الاتحاد السعودي قبل استقالتهم أو إقالتهم، ولا كانت في أمور أيضا تصير معاهم قبل أكثر وأشد من اللي قاعدة تصير في انتخابات وغيرها؟ يعني هي المسألة كلها يعني مسألة شخصية يعني، وكلها الانتقام خلينا نقول بعد ما طلعوا من اتحاد القدم عن طريق اللجان القانونية، أروح أضرب أنا في الاتحاد السعودي وأشكك عند الفيفا وأعلق عضوية الاتحاد السعودي وأوريهم. هذا هو اللي قاعد يصير. فالوضع صراحة وصل لمرحلة جدا صعبة، وأتمنى أن يكون فيه تدخل على أساس الأمور هذه، لأنه مو في صالح أحد أنه عضوية الاتحاد السعودي في الفيفا أنها توقف. هذا شكل غير صحيح وما نتمنى. عموما اليوم وهذا أتوقع أنه يكون رد على بعض الأخبار الصحفية وبعض الإعلاميين وبعض المقالين من اللجان القانونية في الاتحاد السعودي. يقول الخطاب هذا خطاب جاي الإدارة المؤقتة للاتحاد السعودي سعادة الأستاذ أحمد عيد الحربي رئيس الإدارة المؤقتة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، الموضوع طلب الموافقة على التعديلات بالنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، تحية طيبة وبعد أفيدكم مشكورين باستلام خطابكم حيال الموضح أعلى الذي حظي بجل اهتمامنا، تحديدا علمنا بأن الاتحاد السعودي لكرة القدم يخطط لعقد جمعية عمومية غير عادية في تاريخ 13 ديسمبر لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد السعودي لكرة القدم، أفيدكم بأن الاتحاد الدولي ليس بالوضع الذي يمكنه من تزويدكم بموافقة على الإجراء حسب طلبكم بدون تمكينه من تقييم
ما إذا كان هناك تطبيق مناسب للشروط الأساسية المرتبطة بتغيير النظام الأساسي، الموعد النهائي لتوجيه الدعوة، النصاب القانوني للحضور والنصاب القانوني للقرارات إلى آخره. بهذا الصدد نأمل منكم مشكورين تزويدنا بالترجمة الإنجليزية لكافة الوثائق والمحاضرة الرسمية للاجتماع الذي عقد بتاريخ 4 نوفمبر، مع الأخذ في الاعتبار إلى أنه ربما من الضروري تكرار جزء من الإجراء لأجل التقيد باللوائح، إضافة إلى أن بعض التعديلات لها تأثير كبير على الإجراءات الانتخابية، على سبيل المثال المادة 32 والمتطلبات اللازمة للتأهيل أو للتأهل إلى مجلس الاتحاد. نوصيكم بتأجيل مؤقت للانتخابات المزمع إقامتها في تاريخ 13 ديسمبر لأجل تجنب أي مجادلات لاحقة وتحديدا قانونية. سوف ننتهز فرصة زيارتكم إلى الاتحاد الدولي في تاريخ 5 ديسمبر لمواصلة مناقشة الأمور الراهنة وتقييم كيفية المضي قدما لما فيه مصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم. هذا جيروم فالكي أمين عام الاتحاد الدولي من فيفا، هو اللي مرسل الخطاب هذا أمس طبعا للاتحاد السعودي في الإدارة المؤقتة. اللي بوصل لكم إياه، يوم 4 نوفمبر الماضي طبعا في نفس الشهر هذا في أول الشهر كان في انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية، وكان في طبعا اللي هو للتعديل على النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، انتهوا، كان في لجنة سباعية قامت بالتعديل هذا طبعا برئاسة الدكتور عبد الرزاق أبو داود، وعدلوا النظام الأساسي. النظام الأساسي تم رفعه للفيفا، الفيفا إلى الآن ما رد عليه، وجاء الخطاب هذا اليوم. قالوا الفيفا طبعا أنه ننتظر، أنه حنا في دراسات كثيرة وفي أشياء كثيرة. طبعا الاجتماع النهائي اللي راح يكون فيه طبعا تعيين الرئيس الجديد للاتحاد السعودي لكرة القدم راح يكون في 13 ديسمبر. الفيفا قالوا عشان في أشياء كثيرة يبيلها مناقشة، في أشياء كثيرة يبغى لها دراسة، يليت أنه أحمد عيد يكون موجود يوم 5 ديسمبر القادم مع بلاتر في زيورخ للاجتماع معه، وعلى أساس أنهم يوافقون بشكل رسمي على النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم. هذه هي باختصار الموضوع. طبعا الحزب الثاني استغل الثغرة هذه وقال لك شفتوا إلى الآن ما رد الاتحاد الدولي فيفا، أكيد أنه الاتحاد وعد كل واحد يجيب مصادر، وأنه طبعا اتصلوا بالفيفا وأنهم ردوا على الفيفا وأنهم كلموهم، كل شيء هذه كلها على أساس أنه في طبعا في أكيد محاولات واضحة حتى من الخطاب أنه في محاولات قانونية بالتأثير على الفيفا في إيقاف الانتخابات. بغض النظر أنا ما نبقى قاعد أتكلم على إيقاف الانتخابات، ولا أنا قاعد أقول الانتخابات هذه نزيهة أو غير نزيهة، لأني أنا ماني موجود داخلها، بس أنا قاعد أقول لمصلحة من التهديد بالشكوى لفيفا وتعليق عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم، هل هذا من صالحنا احنا في كرة عد؟ هي صحيحة هي مش صحيحة، هذه نقعد ننتقدها بيننا وبين بعض ونقعد نفصلها ونقعد نتهاوش معهم، لكن ان احنا نوصلها لفيفا ونعلق عضوية الاتحاد السعودي ونوقف نشاط كرة القدم او الرياضة بصفة عامة، ما دي يرضيكم ولا لا. STC 8 4 4 4 8 موبايلي 630 590 زين 732-22 باخذكم بعد الفاصل وبنتكلم عن حكام مباراة الأهلي والاتحاد أو الاتحاد والأهلي بما أن مباراة على أرض الاتحاد في جدة والحين في مكة في الشرائط. طيب بعد الفاصل. أشارت أنباء إعلامية غير رسمية، نركز على غير رسمية، أشارت أنباء إعلامية غير رسمية أن لجنة الحكام بصدد تعيين الحكم الدولي عبد الرحمن العمري لإدارة مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي على ملعب الملك عبدالعزيز في الشرائع بمكة المكرمة يوم الجمعة بعد بكرة. طبعا أنا تواصلنا اليوم مع إدارة نادي الاتحاد وتحديدا مع نائب الرئيس عادل جمجوم، وقال قلت ليش ما طلبته؟ طبعا يحق لنادي الاتحاد بما أن المباراة تعتبر على أرضها أنهم يطلبون حكام أجانب. قال والله عندنا ظروف، طبعا ما سمى لي وش الظروف بالضبط، وقال ان احنا عندنا ثقه في الحكم السعودي. في طبعا في خلينا نقول ترسبات عبد الرحمن العمري في كثير من المباريات مع نادي الاتحاد سابقا، والاتحاديين جماهير واعلام يقول لك ان الغريب انه يكون مثلا عبد الرحمن العمري هو حكم المباراه وحنا مستغربين هذا الوضع. عادل جمجوم إدارة نادي الاتحاد تقول عبد الرحمن العمري أو أي حكم ثاني حنا عندنا ثقة في الحكم السعودي أيا كان اسمه. عمر المهنة رئيس لجنة الحكام الرئيسية قمت بالتواصل معه، قلت فعلا أنت حطيت عمر المهنة؟ قال عفوا عبد الرحمن العمري. قال إلى الآن ما تم الإعلان الحكم بشكل رسمي، بكرة
راح يتم في موقع لجنة الحكام الرئيسية، ويوم الجمعة راح يكون في الصحافة. أنتم وش رأيكم في الموضوع هذا؟ أنا أشوف أن من حق نادي الاتحاد أن يطلب حق حسب وجهة نظرهم وظروفهم أنهم يطلبون مباراة على أرضهم، ما نقدر نقول لهم إيه ولا غصب ولا لا بكيفكم ولا لا، هذا شيء بما أن مباراة على أرضهم هذا شيء هم أحرار فيه. وفي نفس الوقت هل أنتم تشوفون أنه من الضروري أن احنا نضغط على الحكام؟ بغض النظر أنا ما نبقى قاعد أدافع عن عبد الرحمن العمري ولا غيره، ترى ممكن يكون مو بعبد الرحمن العمري، وممكن يكون فعلا أن في عبد الرحمن العمري هو نية لجنة الحكام أنه هو يكون حكم مباراة، لكن ممكن لأن اسمه تسرب وفي ردة فعل ممكن يتم تغييره، وعاد عنده لجان يغيرون في أي لحظة يعني ما يحتاج. فأنا قاعد أقول بغض النظر عن لجنة الحكام، بغض النظر عن عمر المهنة، وبغض النظر عن عبد الرحمن العمري، ليش حنا نضغط على الحكام؟ يعني حنا نقعد مثلا ندور على اسم الحكم ونكتب عنه قبله 48 ساعة، الحكم طبعا قبلها بيومين قبل ليلة مباراة ما ينام، الضغوط اللي تجي طبعا حنا اللي نشوفها وغير اللي نشوفها في أشياء أكثر، من بعدها يوم نشوفه في الملعب في مباراة يبدأ طبعا يحكم على الضغط النفسي اللي هو تعرض له في اليومين هذه، فيبدأ إذا كان طبعا من الاتحادين، أنا أعطيكم سيناريو أنا ما من اللي نشوفه في مواقف سابقة، إذا كان مع الاتحادين مثلا هم اللي كان ضغط عليه من جماهير وإعلام، يبدأ يضغط على الأهلي. ليش؟ عشان يثبت العكس أنه لا هو مو قاعد يضغط على الاتحاد، وإذا كان العكس ممكن تلاقي يضغط على الاتحاد عشان يبين العكس، وهذا طبعا هو مو بأنه شيء هو متعمده، لا شيء لا إرادي يعني، لأن الحكم ممكن يتأثر نفسيا بالضغوط اللي تجي قبل المباراة ب 48 ساعة، هذا شيء كثير. بغض النظر أرجع وأقول لأنه ممكن يكون فعلا عبد الرحمن العمري، وممكن يكون لا، وممكن يكون هو ويتم تغييره. خلينا نأخذ أول اتصال، تفضل شادي. يا شادي السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا شادي. السلام طيب، حياك الله. أول شيء نقول الحمد لله سلامة وليدنا أبو مسعد، الحمد لله والله بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب. آمين إن شاء الله. ثاني شيء بالنسبة لموضوع عاصم، كنت بكلمك الموضوع الأهلي بس ما ممكن عشان زحمة الاتصالات ما قدرت أتكلم، ممكن أتكلم ولا لا؟ تفضل. اول شيء المشاكل الاهلي انت قلتها ما شاء الله، عاوز قلتها يعني تقريبا كلها يعني 90% قلتها صح، اللي هي الجهاز الطبي والجهاز اللياقي والمدرب اللي هو يان اللي راح بالنهايات الان بالنهايات المركز الثاني والثالث في الدوري الاماراتي. وفي انت ذوات موضوعين كذا ما ادري هي بهارات ولا تبغى تسوي شويه حماس كذا ولا ما ادري والله، اللي هو مثل موضوع 200 الف حق فيكتور اللي قبل المباراه، موضوع المكافآت، المكافآت معروفة يعني حتكون مختلفة بين الأساسيين والسياطين من كل اللعيبة. أنا ما أدري مصادرك صحيحة أو خاطئة ما أدري، بس إن شاء والله شوف يعني شوف أقول لك شيء يا شهادي، أنا قاعد أتكلم شوف الفيكتور عنده مشكلة مع النادي الأهلي، أنا أتكلم ما عنده مشكلة يعني إن اللاعب لا، بس واضح إن اللاعب قاعد يبتز الأهلاويين، إن اللاعب دائما يقول لك أنا اعطوني ابلعب، طيب باخذ كم كم؟ انا اقول لك انا وش الاخبار اللي عندي، معليش يا شادي، حتى والدليل على كلامي هذا، اتحدى اي اهلاوي ينفي المشكله اللي بين تيسير الجاسم وبين فيكتور، لانه تيسير الجاسم بما انه كابتن للفريق زعلان من الامور اللي تصير من فيكتور، وان في عدم مساواه بين فيكتور وبعض وباقي اللاعبين، وهذه مسبب مشكله بين فيكتور وبين تيسير الجاسم. انت صادق والله، فيكتور صاحبي غيبه التمارين ويلعب مباشره يعني واحد ما يحضر تمارين وفجاه يكون اساسي، بس صادق. وفيكتور تلاحظ فيكتور ما شاء الله الله عليه تاثيره برضه على الفرق المنافسه، انت برضه تحتاج فيكتور في مباريات مهمه. حتى بدايه الموسم الجديد صادفت مع دخول المباراه مهمه في اساسي، وجود فيكتور برضه مهم. لا شوف وجود فيكتور ما حد يختلف عليه، لاعب يعني اجنبي اللي احنا نطالب فيه في الملاعب السعوديه، لكن المنطق يقول ان انا لو وافقت فيكتور اليوم اني بعطيه مبلغ وقدره وبكره عشان يلعب، وبعد بيجي المرحله ممكن في نهائي في مباراه مهمه يقول لي لا اعطيني ولا لا، وهذا يسبب لي مشكله مع باقي اللاعبين. لا ان شاء الله ما يكون في شيء، بس طبعا في مصادرك او صححها او شيء كذا، بس انا ما اعتقد توصل للدرجه هذه. وان شاء الله تتعدى الامور في النادي الاهلي. فموضوع اسامه وساوي وامير ابراهيم مساعد اتمنى انك تتكلم عنه يعني. طيب يعطيك العافيه شادي. شكرا عليك. شكرا لك. ناخذ اتصال ثاني. السلام عليكم. ابو خالد. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله ابو خالد. كيف حالك؟ سلام طيب. بخير الله يسلمك. امسي على جميع العاملين معك. الله يحييك. شكرا على البرنامج هذا. الله يوفقكم ان شاء الله.
تسلم الله يعطيك العافية. ثاني طال عمرك بالنسبة لموضوع الانتخابات والانتخابات، والله ما همنا يفوز خالد بن عمر ولا أستاذ أحمد عيد، كلهم عيال بلدنا وعينين فراس. فاللي بقول يعني عيب على ذول اللي يقولوا قانونيين وسعوديين ويسيئوا لسمعة بلدنا وعلى على لا شيء. والله العظيم احنا كرياضيين وكمواطنين وكلا احنا عارفين انه والله يعني ان شاء الله ان الحق معانا احنا ولا عندنا، لانه طمنا بعد الله سبحانه وتعالى الامير نواب على الشيء هذا، وانه لا هذا جعجع ولكن ما لها داعي، وفي النهايه حنكسر احنا القضيه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، لانه ان شاء الله امورنا كلها ماشيه على ما يرام ان شاء الله. قانونيين ما قانونيين هذا جعجع، انا ما اسميهم قانونيين، اسميهم مطرودين لأنه هذا اللي ساءوا لسمعة بلدنا وسمعة رياضتنا. وهذا واحد بالنسبة للحكم العمري، العمري والعمري، والله أنا كنت أتمنى أنه يكون حكم من مرة خارجي، لأنه المشاحنات اللي آخر مباراة بين الاتحاد والأهلي في البطولة الأسيوية أنت شفته والعالم كلها شافه، يعني ما كان لها داعي. أنا أتمنى أنه قبل بداية المباراة 24 ساعة وهو عند بداية مباراة يكون الفريقين ينزلون مع بعض ويسلم على بعض بالذات استطار كيال وأسامة واللاعبين، لأنه احنا كل حيال البلد واحد ومباراة يعني تنافسية نادى ثلاث نقاط وما لها داعي الجعجعة هذه كلها والمشاحنات بالذات الإعلام. يعني الاتحاد شوف سوى ما جاب حكم يبغى، لا ما له داعي الكلام هذا كله، والله ما له داعي. طيب. أتمنى الهدوء من الجماهير الأهلاوية والاتحادية في مباراة يوم الجمعة. يعطيك العافية. مشاركتي معكم. شكرا لك أبو خالد، يعطيك العافية. في رسائل جاتنا، صالح المنصور على تويتر يعطيك العافية، عبد الرحمن أبو عبيد يعطيك العافية، فيه طلال بعد ألف شكر لك. نذكر بأرقام التواصل STC 8 4 4 4 8 STC 8 4 4 4 8 موبايلي 630 590 موبايلي 630 590 زين 7 3 22 22. ناخذ اتصال عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله عبد الله، تفضل. أتكلم فيها اللي هي اللي بدأت تكلمت عنها اللي هذا السعودي، بس لو تقصر على صوت الراديو عندك تكفى عبد الله. والناس اللي أبشر، والناس اللي تبغى تقدم شكاوي. والشغلة الثانية اللي هي مباراة الاتحاد والأهلي. بالنسبة للشغلة الأولى طبعا صراحة ما أدري شو أسميها، لكن إحنا لازم نقول إن يعني ما ننسى أو ما نتجاهل إن الاتحاد السعودي فيه تدخلات. يعني كلنا نذكر إقالة منصور البلوي، طرد كوزمن، والأخيرة لا إله إلا الله والله أني ما ناسيها. يعني هذه تدخلات يعني لو الفيفا علمنا وكذا ممكن تعلق الرياضة مثل ما علقت في الكويت. صحيح. فعندنا إحنا مشاكل. يعني ما حد يقدر يقول صح إنه ضد إن الشخص مثلا يعمل ضد يعني يقدم مصلحته الشخصية أو أهداف شخصية، وننظر احنا كلنا كسعوديين هذه نرفضها، لكن برضو لازم نصلح الداخل. شوف بقول لك شيء يا عبد الله، انا ارجع اقول لك بغض النظر، انا ما ادري وش اللي قاعد يصير داخل الانتخابات، يعني احنا كلنا نقرا مثل ما انتم تقرون وتشوفون يعني، لكن انا اقول ان بالنسبه للاشياء اللي انت ذكرتها مثلا مثل اقاله منصور البلوي، مثل طرد كوزمن، هذه كلها كانت في الاتحاد السابق، صح ولا لا؟ انا بعد ماني بقاعد ادافع على امير نواف، انا في عندي كثير من الامور ضد الامير نواف فيها وقاعد اشوفها وانتقدت فيها. الاخيره اللي هو تاجيل مباراه الاهلي. اي بالضبط يعني انا ارجع واقول لك الاتحاد هذا الحالي، اي حتى في الاتحاد هذا الحالي، لكن انا اقول لك ان احنا ممكن يكون في امور نقدر احنا نسلكها، لكن تعليق عضويه الاتحاد السعودي في الفيفا هذه ما اتوقع انها بتكون في صالحنا ولا في صالح اي احد. وهو انت لازم تبدا تشتغل، يعني احنا لا نصير زي سالفة اللي هي المقاعد. لا ملاعب زي الناس ولا، ثم نقول ليش وليه. صحيح. اشتغل وابذل وما عليك من الشكاوي والمشاكل يمكن وتصدق او بقول لك شيء عبد الله بينه، يعني بكل امانه لو أن يعني شوف كل أنت الأمور اللي أنت ذكرتها في الاتحاد السابق أو الاتحاد الحالي، في وجود الأمير سلطان بن فهد، حتى في وجود الأمير نواف، حتى في وجود أحمد عيد الآن، كل هذه الأمور ما لها دخل في الأمور القانونية، صح ولا لا؟
لكن المطالب تدخلات قصدك اي تدخلات ما لها دخل في الامور القانونيه صح ولا لا؟ لكن يعني ما لها دخل في الشكاوى اللي ما لها دخل في الشكاوى الان. يعني انا هذا يعطينا انطباع انه كل الشكاوى اللي قاعد تطلع من الامور القانونيه ما يعني ما هو الهدف منها مصلحه الكره السعوديه او فعلا تعديل ما يمكن تعديله من التدخلات اللي قاعد يصير. يعني لو أن فعلا كان في أمور واضحة وصريحة وأنه كان في دراسة في اجتماعات طلعت الأمور حتى للفيفا بشكل أنه يكون في التعديل عدم تدخلات أنا أقول لك أوكي لأنه مصلحة كرة السعودية في كل فوق كل شيء. لكن أمور شخصية وبس نركز على الأمور القانونية عشان طلعنا مقالين من الاتحاد السعودي أتوقع مين صالح كرة القدم السعودية ولا في الاتحاد. والله للأسف ما ادري يعني ما استخدم مصطلح حوتة اللي قاعد يصير في الاتحاد السعودي يعني احزاب اتجاه لجان والله ما عاد يعني سابقا كان يعني وانا واحد منهم يعني كنا نقول ان الهلال هو الابن المدلل الحين هو الهلال ابن المدلل الحين ما تدري يعني ما يعني وش تقصد لا تعال لا تعال وش تقصد مين الان الابن المدلل؟ لا الان الانديه الكبيره الان تاخذ حقها اللي عنده امير عنده يعني تقصدك صار كله الان ايه صارت الحين يعني اول يعني كانت بالنسبه لي انا كشخص يعني ماني هلالي ولا 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 شو تشجع عبد الله؟ اتحاد ايه احنا طبعا عشان كذا قلت صوره بلوي ها لا شوف وجيب لك كوزمن كمان يعني ما الواحد بده يصير حياده شوي طيب يعني لا انا برضه كوزمن صراحه انا من الناس اللي قالوا انه كوزمن اسامه انا ما اشوف انه اساء انا اشوف انه مجرد انه فصخ الفانيلا وحطها على الارض لانه ما يعلم انه كان فيها صوره الامير سلطان يعني او انه ما يعلم وش وضعنا احنا بالضبط والله شوف نفس كوزمن هذا انا سمعت كلام يعني كلام كثير أنا رجل طيب صح انه عصبي وكذا كشخص طيب شوف انا اقول لك اياها انا اتحادي ماني هلالي يعني عشان ادافع عنه لكن في تدخلات تصير ممكن تعرض الرياضه السعوديه للتعليق او للايقاف وبالنسبه للشكاوي هذه حق الحزب الاخر الان انت معها ولا ضده؟ والله انا اكيد يعني شيء يضر نحن كسعوديين يعني ما مو في صالحنا لازم نصلح الداخل اذا نبغى نمشي يعني بغض النظر عن الشكاوي عندك اخر موضوع اللي موضوع الانتخابات ايش معنى يعني الشروط هذه كانه يقول لك في وظيفه شروط تعجيزيه ها لاشخاص معينين شروط مفصله لناس معينين 15 شهر ولا يصير من اهل فلان ولا من اهل علان عشان يحصل يعني احنا ودنا في الانتخابات يكون في برنامج انتخابي وشخص يكون واضح ومفتوح للكل ايه يعني يكون مفتوح للكل وش وفي الاربع سنوات هذه يحدد لهدف معين بعد الاربع سنوات هذه يجي شخص اخر تطور الرياضه كذا الموضوع الثاني اللي هو مباراه الاتحاد والاهلي طبعا احنا مشكلتنا بشكل عام في الكره السعوديه يمكن بعد الاعلام يساهم فيها نركز على القشور ونترك الجوهر يعني انا بالنسبه لي كاتحادي صراحه ما اتمنى فارس العمري اللي هو الحكم العمري يحكم صراحه لكن ايش الفائده بس اداره نادي الاتحاد تقول لك عادي يعني ما هم من العمري وغيره عشان ما في فلوس بالعادي ولا لو في فلوس الحكم اجنبي لكن انا اقصد ان وزي مثلا سالفه التقسيم وغيرها من الاشياء اللي الالقاب مثلا هذا لقب ملك يعني انت تقصد الان صارت الاثاره خارج الملعب مهي بداخل الملعب لا غير كذا احنا نركز على القشور ما نركز على الجوهر يعني ما نتكلم مثلا عن انا كاتحاد على المستوى الفني وكيف ممكن الاتحاد يطلع بالفوز او الاعلى ونفس الشيء لا هي انا اقول لك خارج الملعب على مشكله هزازي وعلى اشياء يعني خارج يعني ودنا الجمهور وبرضه الاعلاميين صراحه بعض الاعلاميين يعني الفرق بينه وبين المشجع انه يقدر هو يتكلم في جهه الاعلاميه بين المشجع ما يقدر يتكلم طيب واضح الصوره يعطيك العافيه عبد الله شكرا لك على تواجدك هنا في رسائل أبو فيصل يقول هل الأزمة المالية الاتحادية أوجدت الثقة بالحكم المحلي؟ هذا سؤال للاتحادين. خالد الجهني أبشر طارق العريدي من الرياض يقول محمد البنا أبشر أبو حسن كثير من الرسائل نذكر STC 8-4-4-4-8 موبايلي 630-590 زين 7-3-22-22 فاصل وراجعين جاءت أرقام الحضور الجماهيري في دوري زين للمحترفين هذا الموسم متفاوتة جولة عن جولة التي قبلها ومباراة عن مباراة أخرى مع انخفاض ملحوظ في المعدل العام عن الموسم الرياضي وصل إلى نقص 1067 مشجعا عن كل مباراة حتى الآن
يعني قائمة الثلاث مباريات الأكثر انخفاضا بين الموسم الماضي والموسم الحالي، التعاون والهلال كانت 19,658 إلى 7,397 الفارق، 12,261 الهلال والأهلي كانت الموسم الماضي 22,996 الموسم هذا 12,179 الفارق 10,000 والله كثير و817 الهلال والشباب كانت 12,276 الموسم هذا 4,052 الفارق 8,224 يعني هذا موقع إحصائيات الدوري السعودي. الودنا نقوله أن الجمهور اللي حاضر مباريات الموسم الماضي أكثر من اللي قاعد يحضر المباريات الموسم هذا، وفي كثير من الأمثلة منها الهلال والأهلي الموسم الماضي حضروها 23,000 تقريبا، الموسم هذا 12,000، فرق أكثر من 10,000 وغيرها. ويطلع لك ناس يقول لك لا بالعكس احنا البنية التحتية عندنا في الملاعب جدا كويسة، بس قطر والإمارات عدد سكانهم قليل وحنا عدد سكاننا كثير. هذا 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 المبرر. طيب فوش رايكم السبب في عدم حضور الجماهير؟ خلينا ناخذ اتصال. عمر تفضل يا عمر. معك عمر، مساء الخير حبيبي سامر. حياك الله يا عمر. اول شيء نقول الحمد لله سلامة الملك عبد الله بن متعب لنا وجميع المستديين، بس لو تسمح لي انا عارف اللي حاب اوضحها اشياء بسيطه صايره في الاهلي. تمام. شو تشجع انت يا عمر؟ انا اهلاوي. تمام. انا زي ما اقول لك المشكله اللي صايره في الاهلي لا هي مشكله عند الاداره ولا عند المدرب، يعني اربع مباريات، يعني مباراه التعاون مع احترامنا للتعاون يعني عند اللاعبين، اقول لك عند اللاعبين صحيح. يعني ممكن المشكله صارت من بعد مباراه كوريا. تمام. رحنا القصيم ولعبنا مع التعاون، يعني مباراه ويعني نعتذر التعاون لو نلعب بدون مدرب ممكن نفوز فيها. تمام. بس عندنا يعني في الاهلي احنا مشاكل في نفس روح اللاعبين. تمام. ينقصنا قائد في الاهلي. تمام. مع احترامي لمسعد وتيسير، يعني بعد ابو عمر بعد محمد شديه خلاص ما عاد في اي قائد للاهلي. تمام. الآن إحنا ننتظر بس إن شاء الله نقول يجي أسامة خساوي ويكون قائد الأهلي، واحد يحرك الملعب من جوا. تمام. فيصير ومثلا ما بيحرك الملعب من جوا، هنا كانت مشكلة. المشكلة الثانية ممكن نتراجع مستوى الأهلي، أنا بوجهة نظر أشوفه في صانع اللعب تشيلسي فريق في الدوري الإنجليزي يقدم مستويات جدا رائعة. افتقدت كاماتشو؟ افتقدنا كاماتشو بشدة. تمام. لكن مفروض إنه بعد ما جاء مولريس إنه يكون يقدم شيء، لكن للأسف ما قدم أي حاجة. فأكيد إن كاماتشو يعني محله بيكون فارق. أنا أقول لك تشيلسي الآن يعني فريق جدا جامد، لكن عشان بدون هجوم متراجع الآن في الدوري، ما عنده هجوم تشيلسي. فزي ما أقول لك إنه إحنا نفتقد الفارق. المشكلة اللي موجودة عندنا الآن منصور الحربي، لو لاحظت إن مباراة الاتفاق اللي فاتت صار صادع لعب. تمام. كل كور من عند منصور الحربي ويطلع بلومينو انقهر من 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 اللي شيء صاير في الملعب، وساب مركز الدفاع راح يلعب محور راح يلعب وسط. تمام. إحنا الآن زي ما أقول لك نفتقد صانع اللعب ونفتقد للكابتن في نفس الوقت. يعني ينقصنا الآن البديل الجاهز لكامل المر في الظهير الأيمن، أو يكون في ظهير رائع جدا في يعني في الظهير الأيمن كامل المر، مو مشكلة إنه يكون احتياط. أنا بوجهة نظري هذا اللي أشوفه في الأهلي صاير. مشكلة ثانية هي بين الإدارة والمدرب، يعني ما أقول لك هي مشكلة. تمام. إحنا عندنا ياروليم مدرب جدا أشوفه، أنا بوجهة نظري أشوفه جدا بارد. تمام. يعني ما عنده ردات فعل، سواء جاء هدف هجمة ضاعت ما بس يتنفر. لا بس لا 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 لا, لا نسلب الرجال حقوقه، ترى قدم مستويات جدا كويسة مع الأهلي واستقرار فني الأهلي. أنت عارف قبل قاروليم كان في مدربين كثير اللي شرد واللي انتهى عقده واللي ما أدري إيش صار، واللي أخذت قطر واللي أخذت الإمارات، كان الأهلي ما يقعد عند المدرب أكثر من 3 شهور. الآن المدرب هذا سبب استقرار فني قوي في الأهلي. صحيح سامر، أنا من الناس اللي أطالب بوجود ياروليم مدة 3 سنوات قادمة كمان في نفس الوقت طارق كيال. تمام. بس أنت يا مدرب لازم تكون تفرض شخصيتك على اللعيبة زي ما نشوف مورينيو. تمام. بعد كل هجمة بعد كل شيء يعاتب اللعيبة. أنا ما أشوف ياروليم يسوي حاجة. في نفس الوقت إدارة الأهلي بعد كل خسارة تيجي توعد الجمهور أوكي بإذن الله إحنا نعوض، واللي تسويه عند اللاعبين يلا جزاكم الله خير والمباراة الجاية هارد لك شدوا حيلكم. في تناقض يعني. أنا أقول لك التناقض إن من دارة الأهلي ما يعني ما أبغاك توعد يعني التعامل مع الجمهور غير التعامل مع اللاعبين. لا أنا أقول لك إن إدارة الأهلي يعني ما تتكلم. تمام. مفروض إنها تتكلم تبدي رائعة تيجي عند اللعيبة تعاتب اللعيبة. أنا ما أشوف أي عتاب يصير للعيبة. تمام. يعني حتى تيسير الجاسم بعد مباراة الهلال لما جاء قال المدرب ما المدرب إلى الآن ما شفنا أي ردة فعل من الإدارة. يعني في دلال للاعبين.
في دلال للعيبة. لا انت الان لازم تكون عندك كلمة تفرض كلمتك على اللعيبة، تعاتب اللعيبة، انت تدفع فلوس تدفع ملايين على اللعيبة، فلازم لازم تطلع جوة اللعيبة. تمام، فزي ما اقول لك انا ادارة الاهلي لازم تكون صارمة، يروليم لازم يكون صارم مع اللعيبة، اذا ما قدر يروليم حيكون موجود طارق كيال، اعطوه بركان فرصة خلوه يتكلم مع اللاعبين يعاتب اللاعبين، اللي يخطي يوقفه عند حده، ما يجي احنا كل مباراة نلعب بدون روح خلاص. طيب. سفر الحكم ننتظر لما تنتهي المباراه. هذا هو يا تكره من دخلتي حبيبي. بالعكس يعطيك العافيه عمر، شكرا لك. شكرا لك. باخذ بعض الرسائل اللي جاتنا على SMS. هنا يقول انه طالب بالتحقيق مع ماجد قاروب بعد فضح شهادات الماجستير والدكتوراه من الجامعه الامريكيه في لندن الوهميه ومحاكمته بالتزوير. هذا واحد. هنا في طبعا في يقول بعض الموظفين يعتقد انه ملك المنشأة وهذا مصدر الفساد الاداري، وعلى هذا الاساس تظهر التهديدات للادارة. هذه ايضا ضد قاروب وشلته. هنا في العسيري عنده وجهة نظر اخرى يقول ثامر صراحة اتمنى تتعلق عضويتنا حتى يعلم ولي الامر ان الرياضة عندنا تعبانة. هذا يقول خليك حيادي واقرأ رسالتي. اي بس حتى لو قريت رسالتك مو بشرط اني بكون معك. هنا في من بعد رانا تقول مرحبا ثامر، اذا فيكتور يلعب بفلوس امانه تعرف لنا كم راح ياخذ في مباراه الاتحاد، ما توصل هالمرحله. نطلع فاصل ورجعين مره ثانيه. صدم المدافع اسامه المولد الاتحاديين بعد غيابه عن تدريبات الفريق البارحه لاسباب غير معروفه، وبالتالي تتقلص فرصة مشاركته في لقاء الديربي أمام الأهلي، خاصة وأنه غاب عن المشاركة مع الفريق في آخر مواجهتين أمام الفتح والشعلة لأسباب لم تفسرها إدارة النادي، لكن فسرها برنامج الجولة. ناخذ هاني. مساك الله بالخير. حياك الله هاني، تفضل. أول شيء أحمد الله وبارك لي ولكم ولأبناء الوطن الغالي بسلامة مولدنا خالد الحمد البيتين الله. اللي نور الوطن بإطلاله في شاشة الوطن. أكيد أكيد. الشغلة الثانية سلمك الله اللي أحب أتكلم عنها للاتحاد السعودي وإيقاف الاتحاد السعودي. أولا سلمك الله، هو شيء متوقع عزيزي من استقالة نواف بن فيصل، أمير نواف بن فيصل، لأنه ما كان في نائب رئيس الاتحاد السعودي وقتها، واللي كانوا قريبين من الاتحاد السعودي وأنظمة الفيفا، هو يعني شيء متوقع أمانة. ولكن الفيفا يشوف الخطأ ما راح يسوي إيقاف أو تجميد للاتحاد لدام الأمور يعني ماشية تمام، إلا في حالة إنه أحد أعضاء اللجنة أو الاتحاد أو أحد الأندية المشاركة اشتكى للفيفا على إثرها يصير في تحقيق ويصير في إيقاف. وهذا اللي إحنا قاعدين نقول إن هم أعضاء لجنة اللجان القانونية. اللجان القانونية. هو سلمك الله يعني هو طبعًا ما راح يجي إيقافنا لأنه فعلًا شغلنا غلط. للأسف إنه هو شغلنا غلط ولا إحنا قادرين نصلح الغلط. يعني ما أدري هل نحتاج لإيقاف عشان نصلح أخطائنا. يعني ما أتمنى الإيقاف خصوصا إذا صار من ناس من أبناء الوطن يشتكون على اتحاد تابع للوطن. يعني صعبة، ما حد يعني لو جانا إيقاف من برا ولا حد له تدخل هنا ممكن نتقبله. أوكي. هذا اللي أنا قاعد أقوله. إيه هذا توجع بالقلب سلمك الله. ولكن لا يمنع أن في أخطاء، يعني إذا ما صلحنا الأخطاء نستنى الفيفا يعاقبنا عليها. هذه نقطة. في أخطاء يا هاني، بس أنا قاعد أقول هل الأخطاء مفتعلة؟ ولا بما انه اول مره نخوض احنا مرحله انتخابات يعني شيء جديد علينا. وسلمك الله، شوف الله يحييك، في احنا عندنا في الانديه كل نادي عندهم مثلين الاحتراف او مثلين قانونيين اعضاء لهم الاعضاء في اللجنه العموميه في الجمعيه العموميه الجمعيه العموميه عفوا، وهم اكثرهم خبراء زي في نادي النصر وخلاف الانديه. زين انا ليش قلت نادي النصر؟ علي حمدان انا يعجبني كلامه. اوكي السيد علي، يعني في وفي شخصيات ثانيه يعني كان المفروض نستشيرهم، يعني مثلا تكون في لجنه يعني تمشية أمور انتخابات، مو بلجنة انتخابات إنه لجنة يلا بنسوي انتخابات مراقبة انتخابات، لا لجنة لتسيير أوضاع الانتخابات. طيب واضح سؤالك، العافية يعني. شكرا لك. ناخذ واحد ثاني من معنا، أبو حسن. تفضل أبو حسن. ألو ألو، حياك الله أبو حسن. الله يحييك ثامر. الله يحييك ويبقيك. تفضل. سعيد إن أشارك معك وسعيد إن أطلع على مكسفم. أنا أسعد والله يا أبو حسن، يعطيك العافية. تفضل. والله يعني أنا سمعت إنه ذكر في بعض وسائل الإعلام إنه يعني هذول القانونيين حتى يعني في كلام طلع إنهم يحاولوا التواصل مع اتحادات خليجية توقفت، ويعرفوا كيف توقفت عشان يوقفوا النشاط في الكرة السعودية. يا سلام. يعني أعتقد. إيش رأيك يا أبو حسن؟
شيء مضحك. شوف عشان بس لا يفهم كلامي غلط ابو حسن، اقول في عندنا اخطاء وعندنا مشاكل وعندنا تدخلات، لكن هل هذا هو الحل مثلا؟ ابدا لا يمكن يكون هذا الحل. وانا اتمنى 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 واطالب يعني اتمنى هذا الصوت يوصل انه الامير نواف يعني يقوم يعني يكون يعني يقوم بتحقيق يقوم بتحقيق عشان يكشف يكشف على هذه الامور. طيب يعطيك العافية أبو حسن، شكرا لك. في هنا رسالة من نواف عسيري يقول يا ثامر النصر فاز أمس، قول شيء تكلم. أمس كنا في 11 يعني مستضيفين موسيقار ويستاهل، وكان وتكلمنا كثير، وكان كل حلقة كانت مع الكابتن فهد الهريفي وتكلم على نادي النصر وكثير عن الأمور، ونزلناها بعد في تويتر يعني. بس أنت الله يهديك نواف لو تابعنا صبح ومساء أبشر. آخر أخبارنا، اجتمعت لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم برئاسة الدكتور حافظ المدلج، حيث بحثت توفير المزيد من المساحة على ظهر القميص من أجل العلامات التجارية في بطولات الأندية لمساعدتها على تحقيق أرباح مالية أكبر. وأعرب في مسابقة الأندية بالاتحاد الآسيوي يمكن أن تحصل على مساحات إضافية للإعلان على ظهر قمصان اللاعبين من تغطية النفقات المتزايدة. وقال زهانغ القائم بأعمال رئيس الاتحاد الآسيوي في بداية اجتماع أنه في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي فإنه من الضروري تحقيق أرباح من خلال تسويق منتجاتنا التي اكتسبت شعبية كبيرة على مر السنين. وأوضح أنا سعيد جدا لمتابعة نجاحنا في إتمام العديد من الصفقات خلال الفترة 2013 وإلى 2016. شكرا لسماعكم برنامج الجولة، بنكون معكم إن شاء الله في برنامج غرفة 11 الساعة 10 مساء. تمسون على ألف خير.